أو السلام عليكم خوتي خواتاتي في الله، مرحبا بكم في قناه ديالكم مراد مزوري فلوكس. البارح حطينا واحد الفيديو، كنت شبعان طاقه سلبيه، وفعلا المشكل اللي كان واقع لي مشكل حقيقي، ما فيه حتى شي حاجه ديال الكذوب، وفعلا كنت باغي نخرج، وفعلا كنت كاع داكشي اللي درته. ولكن واحد الحاجه بغيت نوصل لكم، شي نقاط خصكم تفهموها اخوتي. فعلا انا كنت باغي نخرج، انا ما كنتش باغي نخرج للزنقه، انا كنت باغي نخرج من هذه المصحه ونمشي لمصحه اخرى، غير باش نشرح لشي وحدين. قريت في التعاليق، انا جاي للتعاليق، هضرت مع المامون، قلت له المامون، حيت المامون اخوتي هو الريسبونسابل ديالي هنايا في هذا الكلينيك، هو الريسبونسابل، هو اللي ساني هنايا، هو اللي داير كل شيء. هضرت معاه، قال لي شوف مراد، انا ما غنقولك شنو غادي دير ولا شنو ما غادي دير، بغيتي دابا نهضر معاه في التليفون دابا خويا مراد، نصيفط لك سياره تجي تديك تخرجك، ولكن خصك تسمعوا، راه ماشي تخرجني للزنقه. دوك الناس كيسحبهم حقا مراد باغي السبه، نشرح لكم هذه النقطه لدوك الناس، واحد الفئه اللي كتقول حقا مراد هي واحد الفئه اخوتي 3% ولا 5% ما كاملاش، ما فهمتي، خرج مراد باغيني نخرج، فهمتي، انا راه كنت غنخرج، راه نخرج مصحه اخرى، ماشي غنخرج للزنقه، فهمتي، ما نخرجش للزنقه. ومهم ماليناش، قلت له اخويا المامون، واخا انا غنقرا التعاليق واللي قالوها الاغلبيه في التعاليق غادي نديروها انا وياك المامون. المامون لاح ليا البالون، دخلت اخوتي في التعاليق، واخا التليفون انا مهرس ليا وما كنشوفش مزيان، يعني عندي واحد 30% ديال لافيشاج اللي كتبان ليا. قريت التعاليق ديالكم اخوتي، اش غادي نقول لكم؟ الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم ما تمنيتو، يعني 97% ديال التعاليق ديالكم هضره واحده، جلس مراد ما ديرش على بالو، ما مراد انت قدوه يا مراد لبزاف ديال الناس اللي كانوا متعاطي الادمان وحيدوا الادمان بسببك مراد. ما تخليش واحد ما يسوى حتى حاجه يخسر لك البلان ديالك مراد. شكرا لكم كاملين. من بعد من قريت هذوك التعاليق كاملين، خديت النتيجه الخلاصه وعطيتها للمامون، قلت له شنو قالوا الناس، قال لي حتى انا مراد هذاك الشيء اللي قلت لك، حتى انا وهادشي. المامون ما بغاش يهضر معايا البارح، حيت البارح انا كنت منرفز ومعصب، علاش؟ حيت حسيت بالحضره. ومامون خويا راه كيعرفني مزيان، كيعرفني من كنكون معصب، ولقيت اللي كنكون ضاحك وداك الشيء، ما بغاش يهضر معايا حتى اليوم نكون انا بارد. قال لي دابا شنو قررت؟ يلا قطعت معاه دابا المكالمه، قال لي شنو قررت يا مراد دابا؟ واش غتكمل في المصحه ولا بغيتي دابا نخرجك؟ ما عندي حتى مشكل. قلت له خويا المامون، انا اللي قررت، اللي قالته بعد اول حاجه اللي قالته امي غادي نديرو، شي تقول لي امي انتحر انتحر، واخا امي ما تقولهاش، اللي قالت لي امي مسكينه الوالده، قالت لي شنو هي اول وحده قالتها لي، قالت لي زيد نتوما العائله ديالتي الثانيه اللي في الكومونتير، زيد المامون خويا الكبير، هذاك الشيء اللي غادي ندير غنجلس. قال لي النقطه الثانيه، خويا المامون التليفون مشى لك مراد؟ قلت له مشى ليا، تهرس ليا. قال لي دابا غادي يجي، وحيت دابا هذاك المسؤول الاولاني مول هادشي قال لي غادي يجي، قال لي عطيه التليفون ديالك يمشي يبدل لك لافيشور وغدا غيجيبو لك، وباش اللي يحسبو انا نخلصو الاصلاحات ديالو. قلت له خويا المامون شكون اللي غيخلص التليفون؟ شكون اللي غيصيب التليفون؟ هذاك الطيط هو اللي غيخلصو حيت هو اللي هرسو. قال لي صافي مراد برد، نهضرنا معاك. قلت له واخا خويا، حيت المامون راه اللي كيقولها لي كنسمع ليها، فهمت، ما كيبغيش لي الضرر. قلت له صافي سي المامون ها هو، وقال لي نزيدك راه غادي يجي خونا غادي يعتذر لك، لانه هو اللي دار المشاكل وانا على بالي وك عارف، قال لي هو اللي دار المشاكل. قلت له واخا، هذه النقطه الثانيه، غادي يجي يعتذر ليا. النقطه الثالثه، قال لي اخوتي المامون انا غادي نوعدك عاود مره اخرى شي واحد في هذه المصحه، راه عبد الحق فين كيلعب ليه عبد الحق شتيه من قميش الخضره، ويلي ديال عبد الحق، ويلي عبد الحق اللي كتفرجي فينا، انا نسير هاد الهضره ندوزو لك. شوف قال لي لازم شي واحد عصبك ولا نيرفاك ولا شي حاجه اتصل بيا، غادي نسد لهم هاد المصحه، كنضحكوا. قال لي غادي نخرجك من هنا ونديك الاغلى مصحه كاينه في ساو باولو غتدخل ليها، فهمتي، حنا كنهضروا هادشي اللي كاين. هادو هما النقاط اخوتي. المهم الفيلم دابا حنا باقين هنايا، ونزيدكم انا كنت معول باش غنجلس هنايا، حيت الكونترا ديالتي اخوتي في هذه المصحه عندي فيها 4 شهور، عندي 4 شهور ما كيخلوكش تصور، كان جا البلاصه ما كيخلوش تصور. الكونترا ديالتي اخوتي في هذه المصحه عندي فيها 4 شهور 4 موا، علاش؟ حيت ماشي زعما عندي شي ادمان اللي كراف بزاف، فهمتي، بحالاش انا الادمان ديالي الكحول، نجيكم من الاخر الادمان ديالي هو الكحول الدرجه الاولى، باش تكونوا عارفين انا مازال ما درتش فيديو الحلقه ديالتي مدمنين، دوزنا اصحاب الكراك، دوزنا اصحاب الكوكايين، دوزنا بزاف. انا الحلقه ديالتي انا الادمان ديالي باش نجيكم من الاخر الدراري، الادمان ديالي الكارو والكحول، صافي الادمان ديالي الكارو والكحول، اما الكوكايين، الكوكايين يعني مره مره وصافي. صافي
كنا غادي نجددوا معاهم كونطرا خوتي، غادي نجلسوا 7 شهور باش نجيكم كنت غنجلس 7 شهور. هذا المشكل اللي وقع دابا انا اصلا مدوش شهرين هنايا، شهرين باقي لي شهرين ان شاء الله وغادي نحيدوا نخرجوا من هنايا فهمتي. صافي انا كالصحه ديالتي كتبان الحمد لله، هنا ما غاديش نحتاجوا عاوتاني نزيدوا بزاف 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 بزاف. ايوا هذا ما كان اخوتي، هادشي اللي كاين بغينا نعلمكم. يلا دابا غادي نشوفوا عبد الحق. عبد الحق الوالده ديالك راه كتفرج فينا هنايا واقيلا ياك. بالمناسبه الدراري الوالده ديال عبد الحق كتفرج فينا في هذه القناه المتواضعه وديما كتسلم علينا. وشوف تحياتي لك خالتي، شكرا لك بزاف اللي كتفرجي فينا. ها ولدك عبد الحق ها هو. شي كلمه السلام عليكم. اول حاجه كلمه للوالده ديالك بعدا. وييه تحيه لله زهره. تحياتي لك خالتي زهره، كنحبك بزاف تنموت عليك انا الوالده. ها ولدك هو معايا ما كاينش، راني مراقبه فهمتي، راه ما يدير لا لا مش بلا كذوب لا والو. ها هو شوف انا كنعرفو كي كان شحال هادي تبارك الله وجو تنور وما بقى حتى شي وجاوا خالتي بزاف ديال الفرص باش يخرج للزنقه والو ما بغاش ما بغاش تبارك الله. العلاس العلاس تحياتي لك خالتي زهره. شي كلمه للجمهور كيتفرج معايا. تحياتي كنحبكم الدراري فهمتي، تبعوا لي هاد السيد هذا والله العظيم. شوف الاخوه شوف ردوا بالكم واحد القضيه نقول لكم واحد الحاجه فهمتي، راه فهمتي راه كيدور شي افلام افلام داروا يا بلاتي انا ياك ياك انت كنتي من الشاهدين. كيدور 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 البان كيرجع لهذا كيقول مشى لي التليفون تبع لي التليفون والله تما رسم. المهم المامون راه يلاه هضرنا معاه دابا غادي ان شاء الله قال لي الجمعه غادي يجي. حنا كنقولها مباشره الجمعه غادي يجي وراه ريق لي البلان وغيصلح لي التليفون وغادي المهم باش يبقى. المهم الرينيو راه هضرنا مع الدراري هنايا باذن الله. ها هو عبد الحق تبارك الله. يلا السلام عليكم الدراري، يلاه يلاه لي فروسكم يلاه. تحياتي اخويا ليك عبد الحق. هادشي اللي كاين اخوتي حنايا هنايا ناري ليه اليد نجيكم. راه ما كنتش كنحضر لا البارح لا اليوم، ما حضرتش لدوك الجلسات ديال الرينيو، ما حضرتش ليهم الجلسات ديال العلاج النفسي مع الطبيب النفساني. وامشي عنده دابا نقول له اسمح لينا، وما كنتش كنمشي نتريني. صافي المورال طاح ليا، ما بقيتش كاع باغي ندير حتى شي خريا. انا زبلت، سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي على هذه الكلمه هذه. ما باغيش ندير مونتاج في هذا الفيديو والله، راه التليفون خاسر ما باغيش ندير مونتاج في هذا الفيديو. سمحوا لي على هذه الكلمه، ما عنديش كي ندير لي الطيط. المهم سمحوا لي سمحوا لي ماكش. دكتور او دكتور اكي ديسكولبا و بيدي ديسكولبا بوركي نو في اوجي نو هينيا تا سي بوركي كونتيسي اونتي موما بروبليما كون بيبي اللي مي شامونو يا دو دروغادو تا e fico nervoso porque ele é monitor e não pode falar essa coisa, tá? Aí eu fico nervoso, eu quero sair hoje nessa clínica. Aí mamãe responsável de mim falou, fica lá, eu vou resolver seus problemas agora. Outra coisa, tá? Pedi desculpa, valeu. Manda uma oi para o doutor Diele, doutor psicólogo, psicólogo Diele. Obrigado. Abraço. وانا طلبت منه المسامحه اخوتي، طلبت منه المسامحه حيت ما حضرتلوش. عرفتي مين ما كتحضرش الدراري ما كتحضرش الجلسات فهمتي، كيبقى فيهم حاجه كيقول لك انا علاش ما جاش الجلسه ديالي، ياك ما انا كنقول التفاهات، ياك ما انا ما كنفهم ما كنوصلش الرساله ماشي مزيان ولا كيبقى في الحال. دابا جيت شرحت له صافي قلت له ما حضرتلكش الجلسه، راه كنت باغي نخرج بحالتي صافي. ودابا ان شاء الله واحد النفس طويل. شكرا لك خويا المامون بزاف، شكرا لك حامد الربندز، شكرا لك اخويا طريق، شكرا لك خالتي جميله، شكرا للمتتبعين جميله من كندا، شكرا للمتتبعين كاملين اللي كلهم قالوا كلمه زوينه في حقي، شكرا لواحد الاخت من مصر قناه ديالها سميتها السياحه والهجره، شكرا لك كنشوف في التعاليق، شكرا لاي واحد كتب تعاليق ايجابيه ليا. دابا غادي نرجعوا ان شاء الله من غدا غنرجعوا هنا لونطرين ما تريني. المشكلة كيبانش لي انا ليكرون ما كتبانش لي مزيان، عندي الضباب. اهز اهز بوشا 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 بالبرتغالية يا جر فهمتي. يلا اخوتي غنساليو هذا الفيديو هذا بدو بحال لايف فيديو، سمحوا لي عليك الكلمة ما عنديش كيفاش مونطي، غنحطو دابا ديريكت غادي يتحط في اليوتيوب. والبارح نسيت ما قلتش لكم عيد مبارك سعيد، عيد مبارك سعيد. ما تخليوش لينا شي لايك، خليو شي لايك يلا، خليو شي لايك تكون زوينة وشي كومونتير. كوراج كوراج كوراج.